وهو الباب الذي يخرج منه المستوطنين بعد اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة في هذا اليوم، بعد انقطاع هذا الاقتحام لما يقارب الأسبوعين عن المسجد الأقصى المبارك خلال تواجد أعداد كبيرة من المصلين خلال شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر وأيضا أيام العيد. اليوم تعود الاقتحامات وسط تواجد كبير من الفلسطينيين والمصلين الذين تواجدوا منذ فجر هذا اليوم. استمع إلى تكبيرات إحدى النساء. والاقتحام من باب المغاربة ولسه اصلا عندهم الشنطه الكبيره. باعداد كبيره على ابواب المسجد الاقصى المبارك وتمنع المصلين من الدخول. يهودي يفوت ومسلم برا. إذن هذه السيدة المقدسية منعها الاحتلال من دخول المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي يسمح بأعداد كبيرة من المقتحمين من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك. نشاهد هذه الأعداد التي تخرج الآن من باب السلسلة، وأحد المستوطنين الذي حاول استفزاز السيدة الفلسطينية هنا يعني تم حمايته من قبل قوات الاحتلال الخاصة.
السلام عليكم. واحد واحد واحد. إذا مثل ما نشاهد هنا سيدة فلسطينية تواجه المستوطنين لوحدها هنا فقط بصوتها، ولكن ما نشاهد من قوات الاحتلال كيف تقوم بحراسة المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وخروجهم أيضا من باب السلسلة، وخلال استفزاز الفلسطينيين الذين يمنعون من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. معكم هنا في هذا البث المباشر من أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ونشاهد تواجد قوات الاحتلال لمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى في الوقت الذي يسمح للأعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وإقامة جولاتهم الاستفزازية في رحاب المسجد الأقصى المبارك حتى خروجهم من باب السلسلة. يعني نشير أن ما يحاول فيه الاحتلال باقتحام خاصة الجمعيات الإسلامية باقتحام أعداد كبيرة للمسجد الأقصى المبارك فيما يسميه الاحتلال بيوم الاستقلال، بينما هي يوم النكبة الفلسطينية، ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948، العام الذي هجر فيه الفلسطينيون من أراضيهم ومنازلهم وقراهم الفلسطينية. هذا زي مين نازل على الاردن وين طالع من الاردن وين جاي من تايلانديا؟ مين يا شباب زي الرومانيه؟